شبيه الزعيم عادل إمام بياكل كشري. عمرك شفت شبيه الزعيم عادل إمام وهو بياكل كشري؟ أديك شفت يا سيدي. الفنان الكبير يعني فكرة عبد الحميد مشرفنا على بوابة أبو كبير ميديا. الحقيقة تفاصيل جميلة تجمع وجه شبه رهيب يجمع بينه وبين الزعيم عادل إمام. ولما المصريين بيحب الكشري ولما المصريين بيحبوا عادل إمام وبيشربوا دلوقتي سبيرس بيتس بقى لازم يبقى في حاجة مشتركة ما بينهم. يعني خلينا أقول لكم إن شبيه الزعيم عادل إمام مسيطر على قلوب المصريين وخاصة حبه هو نفسه حبه لشخصه لعادل إمام. إحنا دلوقتي معاكم. طب بطلت أكل إيه؟ ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. قول لي، عايز أسألك على حاجة عم فكري. انت في البيت بتاكل كشري طبيعي يعني عادي؟ كشري ده لا يعني بجد بتيجي كل فتره تاكل هنا؟ كل ما رجلي تيجي هنا وسط البلد لازم. اسطوره، هو علم. طب انا عايز اسالك برضو عن الاكله المفضله ليك ايه؟ والله لو مش مصدق لو اقول لك كشري. الاكله المفضله المفضله بتحب الكشري زايد دقه ولا زايد شطه؟ لا شطة. يعني اوصف لنا الزعيم بياكل ازاي. والله بس انا والله مش عشان انا في محل فطار، لا فطار ده كانت بدايه يعني الناس اللي عندي. ايوه الكشري الفطار ده من السبعينات وانا باكل عنه. الله، السبعينات. عشان كده قلت لي ما دام هنصور يبقى تعالى نقعد في المكان عند ابو الكشري ابو طارق. لما اكلتش الجمهوريه أيه. كنت باجي اكل عند ابو طارق تاني. حضرته لما كان العلبه كانت بكام؟ كانت ب 50 قرش. علبه الكشري كانت ب 50 جنيه ب 50 قرش ساعتها. طب ايه اللي بيفرق؟ الطعم هو هو. طب خليني اسالك عن يعني الازمه بتاعت ياسمين والعوضي، تقول لهم ايه؟ والله اقول لك يعني الاستاذه ياسمين كان ياسمين كانت بحوار مع الفنانه سعاد يونس. ايوه ده انا مش بحب احمد العوضي، انا بعشقه. قالت له انا بعشقه. انا بعشقه. ايوه وهو بيحبها جدا. طب ليه انفصلوا؟ ليه؟ يعني حتى لو كان في سوء تفاهم ما بينهم يرجعوا، لان هم دول احب فنانين يعني. أيوة. كل الناس بتحب ياسمين وبتحب احمد العوضي، واحمد العوضي ده انسان كريم جدا. انا بحب كده ان هو جدع ابن بلد. بتوجه نصيحه لياسمين تقول لها ايه؟ بقول لها يعني فنانه ياسمين انت فنانه جميله ومحبوبه والناس كلها بتحبك، والمسامح كريم ولازم ترجعوا تاني لبعض، وان انتوا فنانين جمال وفي قصه حب ما بينكم، فخلي القصه دي الناس تتعلم منها. بتزعلك كلمه دوبلير الزعيم؟ لا صدق يعني مش دوبلير. انا اصل دوبلير انا عملت حاجه واحده بس. حاجه وخلصت. يعني مش دوبلير ايه ولا ولا انا بتدرب ولا لا. دوبلير ده اللي بينط ويعمل. انما انت مش دوبلير. لا دوبلير هو كان مسلسل فلانتين وحاجات بتاعت الاستاذ القيمه، الحاجات الفخمه. ايوه لا بخرج من هنا بخرج من هنا بركب عربيه كده يعني. أيوة. دوبلير ده اللي هم بيتدربوا وينطوا. لا لا انت مش ده. طيب جمعتك اعمال بعادل امام، ومن ضمن الاعمال دي كان مسلسلات ايه وافلام ايه؟ اتفضل. انا قلت قبل كده كذا مره انا اشتغلت مع الاستاذ عادل مسرح مسرحيه الزعيم ومسرحيه الايجار، واشتركت معاه في افلام بخيت وعديله والجزء الاول والثاني ورساله للوالي والواد محروس بتاع الوزير في كذا فيلم يعني. انا اشتركت فيه من ضمن المشاركين فيها. ايوه طيب انا هسيبك تكمل طبق الكشري بتاعك واتكلم انا، لاني طبعا احنا لما تواصلنا مع يعني الزعيم الاستاذ فكري عبد الحميد. الاستاذ هو طبعا يعني ممثل قدير وشارك في كذا دور
ولكن حبينا نشوف الشكل ده عشان نرصده. عمرك شفت الزعيم بياكل كشري؟ جزء منه هو شبهه، منه هو شبهه طبعا، شبه الزعيم عادل امام، فكأن الزعيم عادل امام هو اللي بياكل كشري دلوقتي. طبعا التفاصيل حلوه وجميله وفيها روح من ارواح العوده الى عبق التاريخ الماضي. كلنا بنحب الزعيم عادل امام، وكلنا بنشتاق الى سماع صوته ورؤيه شكله. اذا كان من الصعب علينا رؤيته في يعني دلوقتي، لانه ربنا يديله طول العمر يا رب والعافيه والصحه، حالته غير سامحه ان احنا نشوفه، وهو كويس الحمد لله، ولكن اقصد يعني الظروف الموجوده بتخلينا مش قادرين نروح نصور معاه، فبالتالي بنجيب شبيه الزعيم صوره طبق الاصل منه، ولكن بنجيبه في اكله بيحبها المصريين، بيعشقها المصريين، هي اكله الكشري. انا ملاحظ وانتم ملاحظين ان الزعيم هيخلص على الطبق. ليه؟ هو بيحب الكشري. ربنا يديك الصحه. هو ضحك، هو ضحك اهو. ربنا يديك الصحة والعافية، بس هو فعلا هيخلص على الطبق من حلاوة الطبق وجماله. الله أكبر. إيه؟ بتخمس؟ لا أنت خمست كده، خمست عملت كده. أنت خمست في وش. ماشي، الله يسامح. ماشي، أنا مش هقول لك أي حاجة غير إنك أنت برضو يعني حب المصريين للكشري دايما بيخليهم يجابعوا أي حاجة خاصة بيه. شايف الدنيا بقى ماشي ازاي فيما هو قادم؟ اعمالك القادمه ايه؟ يعني ماضي على حاجه، موقع على حاجه كده؟ في مسلسل داخل فيه، في مسرحيه داخل فيها، بس ربنا يسهل، مجرد كلام لسه. حبك للكشري بيخليك تتخن شويه ولا ايه؟ تخنت عن الاول ولا ايه؟ لا لا لا، بالعكس، انا بخس، انا وزني محافظ عليه جدا جدا. ازاي؟ مع الكشري لازم تتخن. انا كنت كشري بتحرك، بمشي بالليل، بتعشى زبادي وخلاص. اكلتك المفضله ايه غير الكشري؟ الثانيه؟ الثانيه بحب برضه كفته الرز. والبط؟ لا، ما بحبش البط. والوز؟ ولا وز. والحمام؟ الفراخ البلدي. ايوه، والحمام. الفراخ البلدي والحمام، ده طبعا بعد الكشري. لو قلت لك اسبوعك تاكل كم مره كشري في الاسبوع؟ ده في الاسبوع ايه؟ كل شهر، شهر ونص، شهرين تاكل مره كشري؟ لو كنا انا بص البلدي انا هاكل كشري عند مطار. ما بنزلش كتير انا. بس الاساس عندك لما يبقى كشري تيجي مطار. الكشري مطار لا يقع. لا صحيح. القعدة قعدة جميلة، طقوس حلوة، مزيكا حلوة، تسمع أغاني حلوة، مكان جميل. أنا بشكرك شكرا جزيلا، لكن يا جماعة خلي بالكم، لازم يا جماعة ناخد بالنا جدا ان احنا لما بنيجي نصور حاجة بنتخيل ان الحاجة دي، طبعا ده من ريحة الزعيم بتكلم شبهه، فالناس كلها بتحبه في الشارع، واحنا جايين كل الناس نتصور معاه كزعيم، نتصور معاه كشبيه عادل امام، استاذ فكري والله العظيم يعرفوه شخصيا ان هو فكري عبد الحميد شبيه عادل امام، ولكن برضو احنا حبينا نعمل حاجة مختلفة وديفرنت، نعرف يا ترى الزعيم لو قدر الله ان شاء الله باذن الله تعالى بياكل كشري، ممكن ياكل ازاي؟ صوت وصوره وضحناها لحضراتكم في هذا البث، وكنا معاكم في يعني اكله جميله بيحبها المصريين، هي اكله الكشري، والذي استضافنا هو ابو طارق. شكرا لكم متابعينا الكرام، والى اللقاء.